الخالدين لهم في قلوب العباد شذان وفي ذكرهم عابق الياسمين على درب من في الورى يبتدى أبا القاسم المصطفى والأمين يقودوننا لمراسم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يجوز نقل صناديق خاص بالجزمات من جامع أصبح لا يحتاجها إلى جامع يحتاجها؟ لا مانع بإذن من ولي الأمر وهو وزارة الأوقاف. لا يكفي، لا بد من إذن من وزارة الأوقاف. هل يجب العدل في إعطاء الأبناء في كل شيء حتى وإن كان بعضهم محتاج لهذه العطية والآخر غير محتاج؟ ظاهر الأدلة وجوب العدل، لكن من الممكن أن يقول أنتي لفلان لأنه لا يملك كذا، وأنت يمكن أنك تسمح لأن هذا الشيء موجود معه. أما إذا ضيق فلا بد من هذا. إذا شيء معي ثنتين سيارات ومعي اثنين أولاد لا بد أن أعطي هذا سيارة وهذا السيارة، وإذا قد كان أثبانها مختلفة ما أتي إلا بقدر الأثبان. اللهم إلا إذا تسامح، ولا فرق بين أن يكون أحدهما يملك سيارة والآخر لا يملك، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشدني على جور، وقوله اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. كان ظاهر الحديث عدم جواز الرجوع في الهبة، فهل نفعل من ذاك جزاء اقتناع الموب له عن رد الهبة؟ ظاهر الحديث عدم جواز الرجوع في الهبة، فهل نفهم من ذلك جواز اقتناع الموهوب له عن رد الهبة؟ أما إذا قد كان قد طابت نفسه فلا مانع من ذلك. هذا بنقول لكم من الناحية التي والضمير، لا ينبغي للإنسان أن يكون مثل الكلب، لكن التيت لكم من ناحية ما قال العلماء في كتب الشريعة الذي ستحتاجونها إذا واحد أراد أن يحضر إلى المحكمة، ما ستحكم المحكمة. أما إذا كانت المحكمة حنبلية فإنه سيقول أن الرجوع باطل، ليس لك أي حق. من وجد لقطة تفسد مع الوقت مثل العنب وغير فما يعمل الملتقط، يأكلها أو يبيعها، وفي نفس الوقت ينشد من هو صاحبها لأجل يضمن له. أنا أعمل قيما وإماما وخطيبا لمسجد، فهل يجوز لي أن أخذ من إيجار وقف المسجد وأصرفه لنفسي وأنا بحاجة إلى ذلك؟ لا بد من إذن من الذي عمر المسجد والذي أوقف على المسجد. وإذا كان المسجد قديما وصاحبه لا نعرف من هو قد مات، فلا بد من إذن من وزارة الأوقاف، لأنه أجرة عمل، ما دام أجرة عمل فلك حق أن تطالب بأن تعطى. مثل أمثالك، رجل عنده مال وقف مقابل أن يدفع في السنة مقدار ماله من الحبوب، ولكنه لم يحصل على غلول لمدة 5 سنوات، والدولة تطالبه أن يسلم حق ال5 سنين التي لم يحصل فيها على غلول بسبب قلة الأمطار. عليه برهن أنه لم يحصل شيء، يأتي شهود عند الحاكم أو عند الأمين يشهدوا لله أن مدة 5 أعوام لم تزرع هذه الأرض، لا لتساهل الرعوي
وإنما هو لعدم وجود الأمطار. هذا هو الأمر الشرعي. هذه الأيام نرى أن الناس يبيعون ويشترون أراضي الوقف، ولكنها تظل بعد البيع وقفا ويعطى على الذي اشتراها إيجارا معينا للدولة، مش للدولة، لوزارة الأوقاف. نرجو توضيح هذه القضية. هذا جائز، وذلك من باب الإيجار، والعلماء قد أجازوا إيجار الأرض، ولكنهم شرطوا أن الأوقاف لا يؤجرها المسؤول عنها إلا مدة 3 سنين، ثم يجددها في رأس كل 3 سنين لئلا تضمحل أو الأوقاف. أما ما يعملها الآن فهم بيأجروه دول الأبد ولا بيتقاضوا منه. بعض العقارات ما بيتقاضوش منهم، وبعض العقارات بيتقاضوا منهم، وبعض المستأجرين من الأرض يذهب إلى وزارة الأوقاف في رأس السنة ويحاسب إيجار الأرض ويبري من ذمته، وبعضهم لا يحاسب أبدا. أما المشروعية فهي جائزة، نص عليها العلماء، ولكنهم شرطوا عدة شروط. قال: ما حكم من يسكن في بيت من بيوت الوقف بدون إيجار، علما بأن هذا الساكن هو عسكري والمرتب لا يكفي للصرفة؟ هل يجب عليه يسلم إيجار هذا البيت للدولة؟ نعم، إذا قد كان يشتي يبري ذمته فيسلم الكراء، ووزارة الأوقاف يجب عليها أن تأخذ من الصغير والكبير ومن الغني ومن الفقير. فالغريم هو الميت، الغرماء أحياء، لكن أوقاف المسلمين الذي أوقفه الآباء والأجداد الأولين قد باتوا. فغريبك إذا استحليت أموال الوقف كأنك بتستحل أموال رجل غايب قد بات، فهو أعظم، لأن الموجود سيشارعك ويطالبك. أما هذا قريبك رجل ميت قد أوقف وأنت لم تسلم الإيجار، هل يمكن تحويل الوقف أو ما يقول البعض تحرير الوقف؟ لا مانع من تحرير الوقف، وذلك للضرورة، لا مانع للضرورة ولمصلحة شرعية ولمسوغ شرعي وبحكم شرعي من حاكم شرعي مولى من الدولة، مع التعويض عن هذا الشيء بشيء آخر. مثل بعضهم كان معهم أراضي ومعهم صبر الذي يسكن فيه الرعية المسافرين حال الأمطار، والطريق قد اجتاحت، البعض منه اضطروا أن يحضروا إلى عند الحاكم ويدوا شهود أنه إذا ما حررناش سيجتاح الناس وينهبوه، فحكم الحاكم ببيعه مع التعويض، فعوضوا بعمارة مسجد ومسكن لسادر المسجد. هذا جائز. أما التحرير لا لمسوغ ولا لمصلحة ولا بحكم ولا بتعويض، فهذا لا يجوز. يا شمعتان في ظلام الدجى، سلام عليكم على السائرين
بركب الدعاة لتبقى لنا. من المعلوم أن كسوة البنات أغلى من كسوة الذكور، فهل يجب أن يعطي الذكور مثل الأناث في فلوس الكسوة؟ لا لا لا، كل واحد بحسبه، كل واحد بحسبه، سواء غليات الذكور أو غليات الأناث لا فرق. هل يجوز فتح طاق وميزاب إلى الشوارع العامة دون وجود حامية؟ الشارع العام لا مانع لكل واحد أن يفتح إليه، إنما الممنوع إذا كان شارع خاص فلا بد من المؤذنة لأهل الشارع الخاص أو لصاحب الحوش الخاص. أنا موظف وأقوم بإجراء بعض المعاملات للناس، وفي نهاية المعاملة يعطونني الناس مبلغا من المال مقابل أتعابي بنية أنها هدية، فهل تعتبر هدية أم رشوة؟ إذا قد كانت من صميم عملك وأن من أعمالك الواجب عليك إداريا أن تعملها لا يجوز أن تأخذ منه، وإن كان خارج عن عملك فلا مانع من ذلك، أما إذا كانت من صميم عملك فلا. اللهم إلا إذا أعطوك وقد عملت هذه المنفعة وهم لا يخشون ضرك ولا يطلبون منفعتك، وإنما هو من باب الجمالة والشكر ومن طيبة أنفسهم فلا مانع من ذلك، بشرط أن تكون من طيبة أنفسهم مكافأة لما عملت معهم، أما إذا بغير طيب من نفسك وهي من وظيفتك فلا يجوز. إذا وجد شخص تلفه فهل يجوز له أن يستخدمه بعد أن عرفه عدة أيام بشرط أن يضمن إذا وجد صاحبك قبل مرور سنة؟ لا يجوز، في الأحاديث أن الإنسان يبيع هذا التلفون إلا بعد أن ينشد عن صاحبه مدة سنة، وبعد السنة يبيعه ويأكل ثمنه حلالا. ولكن إذا جاء صاحب التلفون يوما من الدهر فإنه ضامن، والأفضل للإنسان المتورع أنه لا يلقط شيء، لا يلقط، لا في بعض الأحوال بيحنبه. رجل أوقف من جربته العشر من المحصول ثم باع الأرض، ماذا يعمل؟ رجل أوقف من جربته العشر من العشر من المحصول ثم باع الأرض، ماذا يعمل؟ تدخل الأرض الذي أوقفها، وأما الغلول فلا تدخل إلا إذا أوقفها بغلولها، ما ظهرش أوقف الأرض أو أوقف الغلول، ما ظهرش. يثني السؤال أوقف الغلول فقط خلاص لا مانع، أوقف الغلول الأرض باقي له، أوقف الأرض الغلول باقي، أوقف الغل كلها دخلت فك. العبرة بنص الواقف، فإن كان قال أوقفت الأرض بغلولها أو أوقفت الأرض وبعض غلولها كان الوقف للأرض وبعض غلولها، وإن قال وقفت الأرض فقط لا تدخل الغلول. العبارة كلجة ليست واضحة. رجل أوقف للمسجد إيجار الدكان، ثم مر الزمن فقاموا عياله يبنوا فوق الدكان فهل عليهم شيء؟ لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. وقف وخرج من ملكه، ما مات إلا والدكان قد خرج من ملكه، فلا يجوز أن يعمر أحد
إلا بإذن من وزارة الأوقاف ولمصلحة الأوقاف، وإلا فلا يجوز للأولاد أن يعمروا فوق الأرض فوق الدكان الذي ما مات والدهم إلا وقد خرج من ملكه. أوقفت امرأة أرضا لكي يجتمع الناس في روضة ويقرؤون القرآن في مكان محدد، فهل يجوز تغيير هذا الوقف لصالح تحفيظ القرآن الكريم أو في سبيل الله؟ افتونا. لا يجوز تحويل الوقف أو بيع الوقف أو تكسيب الوقف الوقف أو نقل الوقف من مصلحة إلى مصلحة إلا لمصلحة شرعية ولمسوغ شرعي وبحكم شرعي من الحاكم الشرعي المولى من الدولة، بشرط تعويضها لشيء آخر. هذا المضروب الذي يشتيب على هذا لا مانع بأن يحضر اثنين شهود يشهدوا على المصلحة والحاكم يحكم، وإلا فلا يجوز تبديل الوقف أبدا. إذا قام أحد الموظفين في مصلحة حكومية وأنجزني معاملة وبعد ما أنجزها أعطيته هدية مني، الجواب قد سبق الجواب إنه إذا هو من صميم، إذا هو خارج عن عملك فلا مانع اجره، وإن كان في صميم عملك فلا يجوز لأنه من تمام عملك الذي وظف الدولة فيه. اللهم إلا إذا كان قد أعطاك بعدما استلم المنفعة ولم يبقى عند الشيء، بشرط أنه وفاء وشكرا لك لا خشية من ضرك ولا طلبا لمنفعتك. هذه الأيام نرى أن الناس يبيعون ويشترون أراضي الوقف ولكنها تظل حتى بعد البيع وقفا، ويعني ويعطى عليها الذي اشتراها إيجارا معينا للدولة. هذا مشو بيع وشراء للأراضي، إنما هو يسمى هذا يسمى إيجار للعمال للأرض هذه يعبروا فيها ويردوا للوقف شيء معين، هذا جائز وقد نص عليها العلماء، لكن بشرط، هذا الشرط أنه يجددوا الإيجارات في رأس 3 سنين لأجل لا تذهب أموال الأوقاف، لكنهم لا يعملون بهذا الشرط، واللازم أن وزارة الأوقاف تجدد الإيجارات في رأس 3 سنين لأجل تبقى أرض الوقف معروفة مدونة، وأنهم يسلموا الإيجار في رأس الشهر إيجار الوقف مثل ما يسلموا حق التلفون وحق الكهرباء وحق الماء، يجب شرعا أن يسلموا ولو ريال واحد على اللبنة مستمرة، لأن أكثرهم يمضلون الأوقاف. إلهنا دعاة إلى الله تسمو بهم رسالاتهم في سما الخالدين، لهم في قلوب العباد شذان وفي ذكرهم عابق الياسمين، على درب من في الورى يبتدى أبا القاسم المصطفى والأمين، يقودوننا لمراسي النجاة.